أشرت لجنابك، يعني مواقف الديمقراطي الكردستاني على سيد دكتور برهم أي. كانت أبرزها في الأيام الأخيرة، يعني عند إعلان النتائج. العديد يا جنابك أكثر مني، صح، كان مواقف يعني مقاعد برلمانية للديمقراطي الكردستاني 33، مقعدين منهم في محافظة أربيل، ولدينها إن شاء لو هي شيء تبخروا بفعل الفاعل وبقدرة القادر أصبحوا على اتحاد الوطني، ونحن رفعنا دعوة في المحكمة الاتحادية لتحقيق العدالة وننتظر هذا. ولكن قالوا في بيان رسمي لمكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني، هذا الحديث ليس لأخوكم الصغير وإنما لمكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني، قالوا بأنه سيد دكتور برهم متورط بهذه المسألة، وبدل ما يكون حاميا للدستور وبدل ما يكون محققا للعدالة قام بهذا الانتهاك الواضح للنصوص الدستورية، لذلك شخص هكذا يفترض أن لا يكون رئيسا للجمهورية. ولكن كرفض رسمي لحد الآن لا توجد فيتو أو خط أحمر على أي شخص أو شخصية يتقلد أي منصب إداري أو سياسي في بغداد من قبل الديمقراطي الكردستاني، وجميع الأمور خاضعة للتفاوض ومرتبط ايضا في بمحافظة كركوك ومسائل اخرى داخليه في الاقليم، فهذه المسائل مرتبطه مع بعضها البعض. ولكن هناك امامنا ايام صحيح قليله ولكن مهمه، يجب ان يتم اصدار القرار النهائي فيها ان شاء الله، ويكون لمصلحه العامه العراقيه والمصلحه العامه لاقليم كردستان يكون هذه القرارات، لان الديمقراطي الكردستاني هو حاصل على اكبر قدر ممكن من المقاعد البرلمانيه طيب في اقليم كردستان.